السلام عليكم وفيا، مرحبا بكم في محلات جلال الديكور. أمي الحبيبة الغالية، خالتي العزيزة، خالتي مدام جادة الحنونة، عمتي الأنيقة. دخول الرياشة كما شفتوا البارح في ستوري، اليوم جبنا لكم لي موديل وركبناهم على الأقل باش تشوفوا بكل وضوح. كبداية نبداو هذا الموديل، ربي باكني ما شاء الله. الأسعار راح تكون مختلفة على حساب الحجم، كانت 390، كانت 450، كانت 650، على حساب الموديل والحجم تاعو. خالتي مدام شوفي ربي يبارك ما شاء الله، كل وحدة المميزات اللي فيها، كانت تمشي بتليكوموند، كانت تحط في الأرض، كانت تعلق، كل وحدة وين حابة ديريها ديريها. شوفي ربي يبارك ما شاء الله، لي موديل كامل جديد، يعني حاجة جديدة توب تاع التوب. هامليك كاين لي قصيرة، كاين لي طويلة، كاين لي تحط، كاين لي تعلق كيما حبيتي. هامليك عندنا حتى طويلة، خلاص ربي يبارك ما شاء الله، المميزات تاعها كامل مليحة. هامليك هذه لا مارك تاعها، مروحة بحمالة، ربي يبارك يعني ما شاء الله، تصميم بسيط وجميل، محرك قوي مؤقت يعني حتى لسبع ساعات، ربي يبارك يعني ما شاء الله. جهاز تحكم عن بعد، يعني فيها تيليكوموند، ربي يبارك ما شاء الله. ها عندك دي موديل خالتي مدام، مازال عندنا موديل مازال ما ركبناهش. هاوليك حابة تحطيه، حابة ديريه طويل كيما حبيتي، كيف كيف بالنسبة لهذا، حابة ديريهم يتحطوا في الأرض ولا حابين ديروهم طوال. هم في زوج دو بوزيسيون، واحدة تحط واحدة تولي طويلة، لك حرية الإبداع في الحطان تاعها. هذيك خالتي مدام، مرحبا بكم، متوفرة في محلاتنا، نقول لكم أمهات الحبيبات الغاليات العزيزات، ومازال نزيدو نجيب لكم لي موديل آخرين. مرحبا بكم، محلاتنا متواجدة في مدينة عميدة بالضبط من قبل بازار علي بابا. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.